يعني يا ريت والله، انا نفسي كل خير نعمله، كل شيء فيه نفع لاي مسلم بيحب الاسلام ان احنا نعمله، ما نتاخرش، لا نتاخر ابدا. يعني ممكن في حاجات كتيره جدا وافكار ممتازه جدا جدا جدا، تزويج الشباب، تشغيل الشباب، يعني ممكن مثلا، يعني قلت لكم قبل كده الواد الصغير، واد صغير جايب مشانه بتاعه ليمون، ربنا فتح عليه بعد كده جاب عربيه بتاعه ليمون، وبيعول اب ومجموعه من البنات حوالي خمس ست بنات، واللي بيصرف عليهم الواد الصغير ده بيعمل ايه؟ بيجيب نص شويه ليمون من الشرقيه في القطر بتاع الساعه 5:30 الصبح، ويفرش الليمون على العربيه، وعلى قبل الظهر بنص ساعه يكون باع الليمون بتاعه، بيكسب في اليوم من 18 لغايه 30 جنيه، ده مكسبه في اليوم، والغالب مثلا 18 19 20 جنيه في اليوم، ده يعني صفيه خلاف الاكل والسفر والحاجات ديت والفنجره بتاعته والحاجات دي كلها. يعني معنى ذلك 20 في 30 يبقى كام؟ 600 جنيه في الشهر، شويه ليمون. لا ايه المانع ان انت اعمل اي حاجه؟ ما تقولش مش لاقيين شغل، يا اخي الحبيب اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه. انت لو اجرت كده شريط على جسر ترعه، واخد بالك، وزرعته فجل وجرجير وبصل اخضر وبقدونس وشبت وكزبره، واخد بالك ازاي؟ هتكسب 500 جنيه كل شهر. سبحان الله. لو انت وقفت قدام مستشفى الجامعه المدهولين والمكسرين، تشتري كل مدهول تحطه في التاكسي، هيقوم حاطط في جيبك 50 قرش او جنيه، ان شاء الله هترجع اليوم في اخر يوم مرض. اشتغل في اي شغلان. لو انت لميت زباله من الشارع، زبالات الشارع، لميت الاكياس، واخد بالك، ورميتها في مكان بعيد، وكل كيس زباله بقرش ساب، خد بالك ازاي؟ اذا في الشهر تاخد لك جوز جنيها، ما شاء الله ربنا هيرضيك وهتبقى ممتاز ما شاء الله. ايه المال؟ انا كنت في احد البلاد بخطب الجمعه، فبعد الخطبه جاء شاب سلم عليا، قال لي جزاك الله خير، ما انتش عارف؟ قلت له مش عارف. قال لي انا كنت التلميذ عندك في الجامعه ودي مش بلدي. قلت له طب ايه اللي جابك؟ قال لي انا يعني ايه، بجيب عربيه بحمار وبيع عليها بصل، خريج جامعه وبيبيع عربيه، بيبيع بصل عربيه كارت، وفضل سبحانه وتعالى ربنا بيرضيني وبكسب وكويس جدا. ايه المانع؟ ايه المانع؟ حاول ان انت يعني ما تكونش كسول، ما تقولش طالما انا طالب جامعي او انا مش عارف ايه يبقى شغلي يناسب البرستيج بتاعي ويناسب مش عارف ايه، وتعمل نفسك القصه والحدوته دي. حاول ان انت تتنزل، وحاول اشتغل اي شغلانه شريفه طاهره مباركه، وباذن الله تعالى، قال تعالى: فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. فمشاريع كثيره جدا، المقصود ان احنا عاوزين ان الخير نحافظ عليه. واخد بالك ازاي؟ دي كلها امور يعني موجوده يعني. فمن جمله الخير مشروع تزويج الشباب، بس المشكله اخ مش لاقي، هنجوز، طب بعد ما نجوزه؟ جوزنا، بعد كده اللي يحصل؟ اخوانا طبعا، انا والاخت بقى، طيب نصرف عليه، وبعد كده انا والاخت والعيال، دي مساله خطيره يعني. فقبل ان نقول التزويج لابد ان احنا نشغل الخلق، وهو من سعيه وتعبه وعرقه هو يجوز نفسه، ده هو الاسد والاوفق، حتى لا يكون الناس عالة. دايما الانسان المحتاج بيبقى ذليل، يعني الحاجه ذل، الحاجه ذل. ويعجبني مع رغم انهم كفره، يعجبني كان في واحد رئيس للهند اسمه نهرو، هذا رجل الوثني الهندوسي حصل مشاكل بينه وبين امريكا، فامريكا منعت عنهم الامن، امريكا قالت لكندا واستراليا لغايه دلوقتي ما تصدريش اي حاجه للهند. ايه اللي حصل؟ قالوا خلاص كل الشعب كله يشتغل فلاحين، يبقى استاذ جامعه يشتغل فلاح، واخد بالك، الناس كلها تشتغل فلاحين، ولا يزرع في الهند الا القمح. يبقى الطلبه بتوعي في الجامعه مثلا، انا بدرس مثلا 1000 طالب، يبقى انا الخول بتاعهم، وننزل نشتغل فين؟ في القمح.
واخد بالك، نلبس كده ونلبس البتاع والناس طبعا، الناس لما تشوف استاذ جامعه ومعاه التلامذه بتاعته بينزلوا يشتغلوا في الارض، الناس كلها تنزل تشتغل في الارض بقى، ما عادش بقى بتاع استاذ جامعه ولا بتاع، كله يشتغل. خلال 5 سنين كانت الهند من الدول المصدره للقمح، صارت الى الان الهند مع رغم ان سكانها بيتجاوز المليار، لو انتم تعرفوا الجغرافيا يقول لك من الدول المصدره للقمح مين؟ الهند مع رغم مليار. احنا كنا هنا بنصدر القمح، دلوقتي من ايه؟ بنستورد القمح. بعد ما كنا اعزه صرنا ايه؟ اذله. الاستيراد ذل. الاستيراد يساوي ذل. الاستيراد يساوي ذل. فالمفترض المسلم بدل ما يحتاج يكفي نفسه. يكفي نفسه. فاحنا برضك احنا بدل ما الاخوه نقول لك نزوجهم احنا الايه؟ نشغلهم. فالاخ اللي هو صاحب هذا الامر لو جعلنا الفكره دي، يعني نفسي ان اخ يقول انا عندي فكره ان انا اجيب شويه بهارات وامشي في الشارع ابيعها. ده حاجه جميله جدا. حاجه جميله جدا. في اخنا حاضرين الان، لا اريد ان اذكر اسمه، حاضر دلوقتي، وانا اذكر ده كمثال مشرف للاخوه ايضا وانا بحبه جدا لان هو نشيط. الاخ ده هو يعني اسقط عن يثبته، لو اراد الغنى واليسار موجود دلوقتي، لطلب الغنى واليسار، ولكنه ترك الغنى واليسار طلبا للحلال، عاوز الحلال. ايه اللي حصل؟ اتبهدل جدا، اتبهدل واتمرمط واستحمل، وقعد يتاجر في حاجات بسيطه. كان الاول على عجله وعلى الموتوسيكل ومش وبدا ربنا يفتح عليه، وما شاء الله دلوقتي ربنا فتح عليه يعني بخيرات حسان وزوجات واولاد، وهو أجرأ مني وأحسن مني ما شاء الله قتل بالله. يعني ما أهابه هو فعل، وما لا أقدر عليه هو ركب، هو ركب الأهوال وربنا وفقه. أدي مثال، واخد بالك إزاي؟ مما لا شيء صار شيء. الناس بتوع الريان دولت، أنا شفت الريان هو صغير. الريان ده كان بيلم طبائق البيض، عارفين طبائق البيض؟ والله العظيم كان بداية طبائق البيض على العجلة، دي بدايه الريان اللي هو كان بيتحكم في سعر الدولار فيك يا مصر. بدايته بيلم اطباق البيض على العجل. هذا رجل ما رايت غنيا شاكرا مثله. ما شاء الله، يعني ما قصده مسلم ورده قائدا. والله الذي رفع السماء، ما قصده مسلم ورده قائدا. اللي هم اظهروه ان هو اكل اموال الناس ومش عارف ايه وكم ياكل. ده مثال مشرف من رجل بيلم اطباق البيض للراجل بيتحكم في سعر الدولار في مصر. دي امثله ناجحه، امثله ناجحه. فانت اشتغل واجتهد واسع، ولابد المسلمين يكونوا قوه بالفعل، قوه علميه، قوه اقتصاديه، قوه منهجيه، قوه فكريه، لابد من ذلك الامر.